انت يا محامي تعالي بسرعه عشان ابو كبير ميديا بتصور فينا من ساعات. ايه يا اخويا عايز ايه؟ بيقول لك ابو كبير ميديا جايه تصور، ما تقولي لي عايزه ايه؟ روح يا شيخ الله ينكد عليك. ايه ابو كبير ميديا دي؟ ابو كبير ميديا دي اضخم، ابو كبير ميديا دي اضخم حاجه في الدنيا. بصي موقع اخر لزاز. عرفت، مش ده اللي بينزل عليه فيديوهات حلوه كده احنا بنتفرجوا عليها؟ اهو ده الله يخرب بيت. صباح الفل يا ابو كبير. اعزائي مشاهدي ابو كبير ميديا، زي ما حضراتكم شفتوا شيكا كوميدي. شيكا قول لنا، شيكا احكي لنا بقى مين شيكا. شيكا دي شخصيه بتاعتي، الفيديوهات بتاعتي اللي ايه بنعمل فيديو محتوى كده كوميدي على السوشيال ميديا على قناه شيكا كوميدي. قول لنا بقى شيكا كده، عرفنا تاني كده وسمعنا محضر انت وشروق النهارده. والله اسمعني يا سيدي، دلوقتي جاي عشان يشكر القناه ابو كبير ميديا الموقع الجميل. قلنا باخا انا جاي لما لقيت ابو كبير ميديا بتصور هنا، قلت اجي اصور معاهم على طول، وجبت برات الله يخرب بيتك وهنا كده. خلاص يا اختي انت هتعمل ابو كبير هنا ما حدش يزعل اخر حاجه. مش شاكرين يا ابو كبير. قول لنا موضوع البط بقى، البطه اللي بتبيض دي. البطه دي كانت بتحتي اساسا، قالوا لي يا استاذ حسن خدتها معاك، خدتها وباطت عندي. ازاي بقى باضت بقى؟ احكي لنا بقى القصص بتاعتك كده وانت بتشوي ذره في الغيط. كانت شوي الذره حلوه. انت سارق منين انت؟ من عند قرموطي. معلش احنا بنتكلم، الواد ده سرق من عندي كوزين ذره، بس الموضوع ما خدش حاجه يعني. بس احنا نتكلم في موضوع ام البطه دي، البطه دي كانت بتحت اساسا في الهواء. معلش عشان ما ولعش في نفسي دلوقتي، عادل ادهم جاي دلوقتي. في ايه يا جماعه؟ انا راجل منضبط واحب اللي يتعامل معايا يبقى منضبط تمام، انما ابو كبير ميديا هنا انا ما اقدرش اتكلم. يا قطه. قول لنا الدره. ابو النبي اخي عشان انا ورايا حفله عايز امشي على طول. مع السلامه ابو كبير ميديا. انا كسمعين يا سيد انا ماشي. الاستاذ عبد الفتاح هيجيب مكاني. روح الله يخرب بيت. محد يسيب الناس الجميله ديت ويمشي. ادي يا سم الله يخرب بيت. انت هتفضلي واقفه هنا ولا ايه؟ ما تروح تشوفي حفلتك انت كمان. انت في ايه مالك؟ يبقى عادة تتصور مع ابو كبير ميديا. قولي لي اسمك ايه؟ شروق. تمثلي بقالك قد ايه يا شروق؟ يعني موهبه بس. ام حميد لسه ما بدأناش. ام حميده؟ قول لنا موضوع الدوره اللي انت سرقته من عبد العرموطي. احكي لنا القصه بقى كده يلا. والله يا اخي انا كنت ماشي وعصافير بطني بتصوص، قلت اغلي ازيد ايه؟ كلت عودين جلوين ما سدوش معايا، لقيت الكوز الدوره هناك مرصوص واخر حاجه وطيب اخر لزاز. جيت نطت فيه واخد منه كوزين دور، جيت شاوي يا اخويا كوزين الدور واكل، لقيت الواد قرموطي جاي يولو. قلت له في ايه يا قرموط؟ معلش احنا بنتكلم ما يجراش حاجه يعني. الراجل ده ياخد من عندي ام كوزين دوره وانا ما عنديش غير هم ثلاث كوازين في البيت، ازاي اولع في نفسي دلوقتي يا عم عبد الفتاح؟ جرقاه يا اخوي، اعوزك برضه من ام ار. جيت واكلهم على طول. اديته حته لعم حميد. ام حميده قول لنا شيكا، موهبتك دي بدات امتى؟ والله من الاعدادي، كانت انا واخويا الكبير اللي اداني الموهبه بالظبط، وكنا بنقلده برضه من الشخصيات اللي حوالينا، كنا لسه ما دخلناش على الفنانين اساسا. وبعدين بعديها ايه حبينا نطور الموضوع، الناس يعني كنا بنقلده اللي في منطقتنا، كان اللي بيعرفوا الناس اللي في المنطقه. فلما طورنا الموضوع وقلدنا الفنانين الناس تعرف بقى، والحمد لله يعني تفوقنا في تقليد الفنانين. بتقلد كم فنان؟ بنقلد كتير بس كل القصه ان انا مش محافظ. قول لي بقى اكثر فنانين اللي بتحبهم ايه فيهم؟ والله هم الفنانين المميزين اللي لهم كاركتر، اللي هو اسماعيل ياسين وعبد القطاع الاسر وحسن فايق، دول لهم كاركتر، والاجيال الصغيره للكبيره عارفه مين هم دول. اكتر فيديو دخل قلبك عملته انت ودخل قلبك كمان؟ كان فيديو ليا انا وعي، كان شيكا وعم عي، كان فيديو عادي خالص، كان كل القصه ان احنا بنقلش على رامز جلال في البرنامج بتاعه. والتاني بعديه كان احسن فيديو برضه. وبعديه كنا عاملين فيديو لراس السنه اللي فاتت، كان برضه تقليد، وكنا بنقوله كل سنه وانتم طيبين بصوت الفنانين، الناس برضه اتفاعلت معاه خالص. طب سمعنا كده بقى بصوت الفنانين كلهم بقى، كل سنه وانتم طيبين لكل الناس ولابو كبير ميديا. كل سنه وانتم طيبين كلكم، وابو كبير ميديا معاك، والناس اللي جايه دي تقول لك كل سنه وانتم طيبين يا ابو كبير ميديا يا احلى منصه في مصر. ابو كبير ميديا كل سنه وانت طيبه يا احلى منصه في مصر، نمبر 1 ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا ابو كبير يا ميديا. سلام.
القرموط. معلش احنا بنتكلم هولع في نفسي دلوقتي في الناس اللي حواليا، انا قلت لابو كبير ميديا ديت حاجه على راسي من فوق، معلش احنا بنتكلم ما يجراش حاجه يعني. شيكا قول لنا الباميه عملت فيك ايه؟ شوكتني. الباميه ايه؟ طب انت وشو بقى اعملوا لنا بقى موضوع الباميه شوكتني. الباميه شوكتني. طيب ابدا يلا. انا مش حافظها. نزلت الغيط انت وعملت فيديو حلو. والله يا اخويا انا المره اللي فاتت لقيت الواد عيد بيقطع في الباميه، قلت له بتقطعها ليه يا عم؟ قال لي يا اخويا شوكت عمتي نبيل فقطعتها على طول. الباميه شكوكه مين؟ شكوكه الحاجه نبيله. الحاجه نبيله. بتقلد مين تاني شيكا؟ كل الناس بتحسب ان انت لاعب كوره. اشمعنى؟ عشان شيك. شكله ما لاعب كوره. عشان المغرب يعني. مالوش في الكوره اصلا. قول لي انت في فرقه في فرقه يعني ولا حاجه؟ والله انا في فرقه سيدي محمود الدين الله يرحمه. برضه بنعمل فيه مسرحيات برضه كوميديه وكده. وانت؟ لسه معاه برضه. طب قول لنا بقى اخر لقاء كان بينك وبين الاستاذ محمود جندي، اتكلمت معاه كان ايه؟ والله انا مش هكذب عليك، وانا يعني كنت دخلت مؤخرا في الفرقه. يعني اللي هو انا كنتش لسه ايه التحقت بالفرقه والاستاذ محمود جندي كان عايش. رحت مره واثنين بس يعني. طب شيكا انا عارف انك بتجهز حاجه للمغرب بعد ما يفوز بقى في كاس العالم، قول لي بقى. لا خليها مفاجاه. لا لا ده انا عايزك دلوقتي يلا، ومعانا انفراد لابو كبير ميديا بقى. المغرب اللي كانت بتحلم انها تصعد لكاس العالم صعدت للنهائي. لا يا اخي انا ما كنت مصدق ان في دوله عربيه تروح لكاس العالم، انما يا اخي القضيه ممكن وان شاء الله كده خلاص بقى عندنا امل ان احنا ناخد كاس العالم ولا يا اخوي. ده مين ده؟ لا عايزك تقلد لي باسم بصوت اسماعيل ياسين بقى. صوت اسماعيل ياسين كده. سلام احمد. المعجبين كتير بيك يا شيكا، كل الناس عايزه تيجي تسلم عليك بقى و... طيب بصوت اسماعيل ياسين بقى كده ورني. لا هفتح الاسره. انا بقول ان شاء الله المغرب منصور، وان شاء الله هتاخد كاس العالم وتجيلنا على طول، وانا هاخد حته ميداليه كده علشان خاطر انا بشجع المغرب من كل كان، ويشجع اي دوله عربيه، وان شاء الله الكاس ليه. سلام عليك. يلا بينا يا بنت. القرموطي فين؟ القرموطي. القرموطي فين ورينا؟ انا عارف القرموطي. انا بقول ان انا امشي على طول عشان خاطر ما ولعش في نفسي في ام الحفله اللي هتشتغل دلوقتي، بس انا مستحمل عشان خاطرك يا ابو كبير ميديا، عشان الناس دول انتوا عارفين انا بحبهم اخر حاجه. معلش احنا بنتكلم ما يجراش حاجه يعني. شيكا اخوك عيد. عيد كنا بنتكلم قبل كده على فكره. ابو كبير ميديا بتحييكم، واختم لنا بقى شيكا بحاجه كده لو كبير ميديا. نهايه العام. نهايه العام احنا بقى المفروض نبتدي بالعام الجديد. العام الجديد. كل سنه وانتم طيب ابو كبير ميديا، بمناسبه السنه الجديد، وان شاء الله سنه سعيده عليكي، وان شاء الله في نجاح وتالق كل احسان. كل سنه وانت طيب ابو كبير ميديا، وان شاء الله كل سنه في ازدياد وفي نجاح وفي ازدهار. ابو كبير ميديا نمبر 1. الشيك انت بتعمل ايه هنا؟ انا جاي والله مدعو في الحفله عندنا النهارده ان شاء الله، يعني ربنا كرمنا بالاستاذ عمر محمد شيكا بن محمد شيكا، هو بطل العالم في الكونغ فو، وهنعمله حفله ونعمله برضه ايه. هتعمل ايه بقى جوه بقى انت وشروق بقى جوه؟ هنعمله فكره برضه نفس الكلام كده ظريفه كده عن الكاراتيه؟ طب الكونغ فو. طب عايزين حته صغيره منها كده. لا لا لا, لا 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 انا عايزك حته صغيره منها بس. ما احنا صورنا جوه واحنا في الفيديو. عارف انا عايز حته صغيره منها. اللي هو احنا من هنتكلم عن ال عن الكونغ فو عامة. طبعا عن الاسره اسمها ياسين ما يعرفش حاجه عن الكونغ فو. والله. فهيتكلموا فكروا ان هو كونغ فول. كونغ فول؟ ففكر الموضوع فول. حته صغيره معاك انا. يلا شروق. مفاجأة بقى خليها. ما احنا معاك اهوت حصري. هنصوركم بس حصري لابو كبير ميديا معاك. الاسره هيخش طبعا دي هتزرغط عشان خاطر هيقول لها جرقها يا ولي، في حد يزرغط في عز الليل كده؟ اسكت انت ما تعرفش ولا ايه؟ ايه اللي حصل؟ كابتن عمر محمد شته خد بطوله العالم في الكونغ فو. كونغ فو؟ مش انت لسه طفحه طبقين كشري من شويه؟ انت الدنيا ولعت الله يخرب بيت. فول ايه؟ بقول لك كونغ فو. ايه فول ده يا بنت المطرخ؟ الفول المدمس يعني امريكانا تو؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا عم كونغ فو يا عم حاجه زي العركه كده. اسبانيا سينا. راح الله يخرب بيتك فضحتنا مع الاجانب، حد ما يعرفش الكونغ فو؟ اما انت عارف يا عم زعما تقول
الكونغ فو ده حاجة آخر الأساس، أنا لسه ضايق أمبارح. يا لهوي، حتى أنت كمان يا سمعة؟ الله، أمبارح يا أخويا الكونغ فو ده مش لاقي حاجة بتتاكل. ما قلت لك حاجة زي العركة، بس يعني راجل لراجل. راجل لراجل؟ تبقى بتحت أنا. أنا كنت وأنا صغير كده كنت بزنق حموكش على طول، وأديله بالقفص، بالبونية في القفص أطير العصافير اللي جواه. شكرا شيكا. شيكا اعزائي المشاهدين، كنا مع شيكا كوميدي وشروق. شيكا منجست كبير في محافظه البحيره، وزي ما حضراتكم شايفين هو بيكلم احد المعجبين مش عارفين يتكلموا معاه. شكرا ليك شيكا. اعزائي المشاهدين، كنا معكم داخل محافظه البحيره، شكرا لمتابعتكم.